اليوم نحن هنا يعني استجابة لدعاء جمعية هيئة المحامين بالمغرب التي دعت إلى هذه الوقفة وإلى حزمة يعني حزمة من الإجراءات النضالية يعني في إطار ضرورة مقاومة هذه المشاريع التي دعت تقريبا دفعة واحدة. نحن اليوم أمام مشروع قانون المسطرة المدني الذي حيل على مجلس المستشارين، مشروع قانون المسطرة الجنائية وكثير من المشاريع في الطريق، يعني كلها يعني يرى المحامون في أن استهداف فيها استهداف لمهنة المحامين. كانت قد قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل ذلك وقفة يعني خلال شهر يوليوز أمام البرلمان، يعني كانت وقفة وطنية حضرها مجموعة من المحامون يعني من مختلف أنحاء المغرب محبرين يعني عن رفضهم وعن إدانتهم لهذه المشاريع التي لم توافق الأرضية التشاركية والتي لم تراعي الكثير من خصوصية مهنة المحاماة التي هي ضد الولوج المستنير للعدالة وفيها مس بالكثير من حقوق المتقاضين والمواطنين. إن هناك مجموعة من الخطوات النضالية الجمعية يعني هنا سطرت يعني مجموعة من الخطوات هي تنزل فيها الآن، يعني الخطوات لم تبدأ اليوم، يعني الخطوات لم تبدأ اليوم، كانت هناك خطوة سابقة هي خطوة الوقفة أمام البرلمان، تلك الوقفة الحشدة التي عرفت مشاركة مجموعة من المحامين. اليوم وقفات محلية هي في مختلف أنحاء المغرب، اليوم هناك مختلفات يعني في أنحاء المغرب المحامون اليوم غاضبون، يعني غاضبون ضد كل هذه المشاريع التي تستهدف مهنتهم بالأساس ولا تراعي لا أدوارهم التاريخية ولا لما قدموه يعني طيلة وجودهم في هذه المحلة على مدار 100 عام من نضالات يعني في سبيل يعني حرية هذا الوطن وحقوق مواطنيه قبل أن تكون حقوق للمحامين. محامون لا يناضلون من أجل يعني حقوق فئوية خاصة بهم فقط، فهي حقوق تشمل أيضا حتى المتقاضين والمواطنين. المحامون كانوا دائما وعلى مر التاريخ مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأي مشروع قد ينتهك أو قد يمسهم أو يمس أي حق من حقوق الإنسان وحقه في العدالة وحقه في التقاضي فهم سيتصدون له يعني بكل ما أتوا من قوة إلى آخر يعني نفس. المحاماة اليوم يعني لا يمكن أن تكون مهنة مقيدة، المحاماة هي مهنة الحرية، مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات. لا يمكن للمحامي أن يدافع اليوم عن الحقوق والحرية بكل يعني بكل أريحية وهو مقيد. المحامي دائما يعني يدافع من أجل الحقوق، والكثير من المشاريع ومن القوانين ومن التي فيها لمسات حقوقية ولمسات من الحرية هي أيضا كان من ورائها محامون ناضلوا، يعني ناضلوا على مستوى داخل جسمهم المهني وناضلوا حتى ضمن الجسد المجتمعي، هم جزء من هذا الجسد الاجتماعي الذي يشكل منه المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.